أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم من المؤمنين. يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يعذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدون في الأرض قالوا إنما نحن المخلصون إنما نحن المصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن المستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذين استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت الله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبشارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من السماء ماء واخرج رجا به من الشمرات رزقا لكم ولا يجعل لله أندادا وعدتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وعدتم بالشراط من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا فلو تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وعود به متشابها ولهم فيها أزواج متطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحى أن يدرك مثلا وهم بعضهم فمن فوقها فأما الذين آمنوا ويعلمون أنهم الحق من ربهم وأما الذين كفروا ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا المثل يضل به كثيرا ويهدي به الكثير وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقوضون عن عهد الله من بعد ميثاقه ويدعون ما أمر الله به أن يصلى أمر الله به أن يصلى وصلى ويشهدون بالعرض أولئك هم الخاسرون كيف تغفرون بالله وكنتم أمواتا وأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هم الذين خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إني جامع في الأرض الخليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ننسب بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا يا آدم أنبئهم بأسمائهم ولما أنبأهم بأسمائهم قالوا ألم أقل لكم إني أعلم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تعلمون
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فيسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وتكونا من الظالمين فعزلهما الشيطان عنها وأخرجنا راجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر وداع إلى حين فتخلق آدم من ربهم كلمة فتب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اعبدوا منا جميعا فإما يعدينكم مني هدى ومن تبع الهدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول الكافر به ولا يشتروا بآياتنا ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا حق بالباطل واستعتموا حق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لله على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاكم ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم بحرا وأنجيناكم وأخرجنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فعلنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بإتخاذكم العجل وتوبوا إلى بارئكم وتقولوا أنفسكم
ذلك خير لكم إن بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأردتكم صاعقة وعدون تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي وأدنى بالذي وخير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذي عددوا منكم في السبت فقلنا لهم كانوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا دلال تثير الأرض ولا تسقي الحط مسلمة لا شعة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالجب كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون